القديسة بربارة تفسر معنى عيدها. أولاً، نشاهد في الأيقونة على رأس القديسة بربارة تاجاً مرصعاً باللآلئ. كانت بربارة من عائلة ثرية من النبلاء، ولكنها أدركت جيداً أن غناها الحقيقي هو في الرب يسوع المسيح، فقدمت له نفسها بالكامل وأصبحت ملكة لإيمانها به. ثانياً، جمال وجه القديسة بربارة في الأيقونة. كانت القديسة بربارة جميلة جداً، ولكن الجمال الحقيقي هو جمال الروح، وهو جمال أبدي لا يعرف التجاعيد ولا الشيخوخة ولا الاهتراء، لأنه يعكس جمال الله في الإنسان. ثالثاً، ثياب القديسة فخمة في الأيقونة. كانت القديسة بربارة ابنة الحاكم، وكان من الطبيعي أن تلبس ثياباً باهظة الثمن، ولكن من يلبس المسيح يلبس فخامة إلهية نورانية لا تبلى، لأنها ليست مصنوعة بيد إنسان. رابعاً، تحمل القديسة بيدها صليباً. الصليب في الأيقونة علامة أن من يحمله شهد واستشهد من أجل المسيح. الصليب راية الظفر والانتصار، وهو سلم ينقلنا من الأرض إلى السماء، مجتذباً الجميع إلى صدر المخلص. تنظر القديسة بربارة من خلال أيقونتها إلى كل واحد منا. تنظر وتقول: تبتهج نفسي بالرب، فإنه ألبسني ثوب الخلاص، وسربلني حلة السرور، وجملني بتاج كعريس، ومثل العروس زينني تزييناً. فيا رب المجد لك.